السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حاجه حلوه بقى، عشان رايحين عند ايه الحاج والحاجه وحسن ومحمد وحوارات بقى والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. الاسره كلها بفضل الله مجتمعه مع بعض باذن الله تعالى، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى لقاء جميل باذن ربنا سبحانه وتعالى، يعني كده مصاحبه حلوه ان شاء الله. وادي الاولاد كلها جاهزه. النهارده بقى هنحتفل احتفالات جامده كده، بس انا قلت بقى اخد اليوم من اوله واروح هناك عند اخواتي عشان اقوم بالواجب كالعاده زي ما انتوا عارفين. طبعا هنقدم الهدايا وهنعمل حاجات كتيره، فتابعونا وخليكم معانا. وعايزه اقول لكم ان انا هتبقى مفاجاه، ان انا وانا رايحه دلوقتي هتبقى مفاجاه. ويلا بينا. يلا بينا. وصلنا الحمد لله، ورب تبقى المفاجاه كويسه. استنى اما اقول لهم ان احنا خلاص جبنا الهدايا اهيت، والهدايا اهيت، يا رب تعجبهم بقى. حد رد؟ حد رد ولا سالت له؟ انا يا ابو اهلا. الحمد لله على السلامه. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ابو زيد؟ كل سنه وانتم طيبين. طيبه. ايه الحاجات الجميله دي؟ والله يعني دي حاجات كتير. عيد ميلاد محمد. محمد بتعشميني وتغدري بيا. انت لما عيد ميلادك يجي هتلاقيني جبت لك بس. كل سنه وانت طيبه. بقى عندي 5 سنين. فايف. بقى عندي 5 سنين. تعال ادخل. يا رماس يا رماس، قولي له عقبالك يا خالي لما يبقى عندك 5 سنين. انت كمان 5 سنين. خد 5 سنين. على قد على قد على قد لغتها يعني. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ لك يا حاج. معقوله؟ لك يا ايه؟ لك يا ابو زياد. عامل ايه؟ الحمد لله رب. ايه يا معلم؟ ايه المفاجآت الحلوه دي؟ جايه لكم اليوم كده من اوله عشان نعمل تجهيزات العيد الميلاد بتاعك محمد. انا نيارة. عامل ايه؟ لك يا جوز. ونايم ولا ايه؟ محمد لك الموس. يا محمد. محمد. انت جاي لك هدايا. يا محمد. يا علي. يا علاء. يا حمد. صباح جات اهي. يا راجل. ايه والله يا راجل. مش مصدقه. انا عامله ايه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك ابو زياد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مين اللي عامل قلق؟ انت عامل قلق ليه؟ جالك هدايا عينه فيها. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا محمد؟ ازيك يا رماس؟ كل سنه وانت طيبه. هتسلم على رماس. طيب كسفت البنت يا حسن. ازيك يا رماس؟ كل سنه وانت طيبه. الحمد لله. عامله ايه؟ ايه المفاجآت دي يا ابو زياد؟ ماما عامله ايه؟ ايه المفاجأة دي يا بيس؟ الحمد هو لله. هو يا يوسف، هو انتوا جايين تقفوا على الباب؟ ما تدخلوا جوه، كملوا السلامات جوه. عيد ميلاد محمد بقى، كل سنه وانت طيب يا برنس. طيب هو انا مهم قوي كده؟ ازيك يا ازيك يا زياد؟ طبعا نشكر ام زياد ونشكر ابو زياد ان هم اهتموا بيا. والله ما اعرفش ان انا مهم قوي كده. اهتموا بيك يا رمان. اهتموا بيك، ده انت العيله كلها مهتمه بيك. يعني ما كناش نحتفل بك يا محمد، هنحتفل بمين؟ ما احنا بحسن مثلا. انا لسه بدري. انا عارف لسه بدري. حسن لسه برضه. لا بس انا الحمد لله اتدلعت في عيد ميلادي. انا اتدلعت لسه بدري. قبل عيد ميلادك الثاني 27 جاي. اه لسه النهارده كده الحمد لله تميت 22 سنه. طبعا اقول لكم كل سنه. نعم. يا تميت كام؟ يا كده وكده. تميت كام؟ انت اكبر مني بسنتين. ده انت اقول لك يا دادي 23. تميت النهارده 23. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وعقبال كده يا رب سنين كتير اما نبقى متجمعين مع بعض. امين امين. يا جدعان محمد تم 30 سنه. انتوا واقفين مع الباب ليه؟ هم اللي واقفين. هو انا ماسكهم؟ انت عملت التك كده ومات من 70 سنه. المفاجاه جميله. خلينا نسال له. متفضل يا مرحبا. اتفضل يا ابو زياد. ايه النور ده كله؟ جايبه لي ايه بقى يا ام زياد؟ تعالى لي. عايز اعرف جايبه لي ايه. كل سنه وانت طيب. فين زياد؟ اهو. استنى ما تدورش هنا، ما تبصش على حاجه لما اديك الهديه على بعضها كامله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن. انا شايف الايديه من اولها اهو. كل سنه وانت طيب يا محمد. انت طيبه يا مزيان. هو احنا هنقضيها يا سلام. ايه ايه هو انت ما شفتوش بعض من سنين؟ يا رب الهدايا تعجبك. لا تسلم ايديك. كفايه ان انت اول حاجه يا جماعه، كفايه ان هي افتكرتني دي بالدنيا كلها بغض النظر بقى جايبه ايه. انت بتدمع ليه؟ عشان فرحان ولا عشان لسه صاحي؟ لا عشان جاي لي هدايا. عشان لسه صاحي. يا رب بس بسم ايه اذواقنا تعجبك، عشان الحاجات دي اختيار انا ومحمد ايه مظبطينها سوا. لا تسلم ايد ام زياد طبعا، حاجات جميله جدا. ايه الكاجواله دي؟
عجبك؟ عرفت بقى اللون ده حلو؟ 22 سنة؟ 22 ولا مش 22؟ اه طبعا انت لسه صغير. طبعا لسه صغير. واو لا تحفة. طب عجبك؟ ايه ده هو انت فلوسك ما كملتش فجبتيه مقطوع كده؟ ده كاجوال ما بتفهمش انت في الكاجوال. لا تسلم ايديك يا ام زياد. ام زياد يعني الذوق ذوقها حلو بصراحة. قلبي يعني. طبعا كوتش ابيض. عشان الطقم يكمل. لا ده انا هعمل ده انا ده هحضر بعيد ميلادي ده بجد. عجبك يعني؟ لا جميل والله تسلم ايدك يا ام زياد. لا حلو اللون ده جميل غير الشائع بقى الاسود من الحاجات اللي هي نحاس. لا جميل. ده كان ذوق محمد قال لي انا هجيب اللون ده علشان خاطر الاسمر جه كتير يعني وكده اتلبس كتير بس حلو جميل الجلد بتاعه حلو جلد طبيعي. لا جميل بس ده على ذوقك يا ابو زياد ولا على ذوق ام زياد؟ والله احنا 2-1 بس هو ذوق انا. تسلم ايدك يا ابو زياد كده وان شاء الله عقبال كده يا رب ما نجيب لك خلاص ثاني اهو ابو زياد عيد ميلاده قرب اخر شهر 12 هيتم ال 26 اتصدق يعني عندنا ما شاء الله رماس يعني اول واحده هلت ان هي عيد ميلادها جه بعد كده محمد بعد كده عندنا محمود عيد ميلاده قرب فاضل كام يوم واروى بنته فاضل كام يوم على عيد ميلاد كلنا بعد كده ابو زياد لا ولسه لا ولسه كمان وعندنا كمان ياسين ابن اختي ام اسامه يوم 19 اللي جاي فاللو احنا الشهر ده مليان اعياد ميلاد وابوك في شهر واحد وابويا في شهر واحد واختي في شهر واحد برضه هي كمان كلنا مولودين في الشتاء لا مسامة في شهر 2 انا في شهر 3 انا في شهر 4 انت في شهر 4 في الصيف انت اكيد امك كانت بتاكل محشي كتير هو المحشي بتاع الشتاء سر حب المحشي عشان الشتاء يبقى احنا نعمل محشي النهارده عامل وراسي نعمل لها محشي النهارده نعمل محشي النهارده بالمناسبه دي بقى تاكلوا محشي يا اولاد تاكل محشي انا مش انا مدرسه المحشي محشي ستكم لا طبعا مدرسه المحشي وتقولي بتخيرينا احنا في المدرسه انا اشكر ابو زياد وام زياد والحمد لله ربنا يخليهم لبعض دي رسالتي في الحياه انا والحاج ان احنا بنوجه العيال لبعضيهم وبنحببهم في بعضيهم ان عشنا النهارده مش هنعيش بكره وربنا يخليهم لبعض ان هم كده بنشوفهم بيحبوا بعض الحمد لله وده فضل من ربنا وشكرا وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا انا بشكر ابو زياد وام زياد على المفاجاه الجميله وربنا يخليهم لبعض ودي احلى حاجه الترابط والحب والموده اللي بيننا وبينهم وبين الاولاد كلهم وانا بشكر الناس اللي بتتابعنا وبتمنى لهم السعاده والخير وشكرا جزيلا ومستني هديتك بقى يا حاج ان شاء الله انا عامل لك مفاجاه كده حبيبي طبعا مفاجات ابويا بتبقى جامده دايما مفاجات المفاجاه بتاعتي انا بقى هتعمل الكفه كده اوه امتى بكره يجي بقى لا بس الجاكيت على قد يا محمد ما شاء الله لا وشكله يا رب الهديه تكون عجبتك لا والله جميله يا ام زياد وكفايه ان انت افتكرتيني بالدنيا كلها طب يا جماعه دام الهديه عجبت الحمد لله انا كده اطمنت وكل سنه هو طيب ويكتبوا له بقى في الكومنتات كل سنه وانت طيب يا محمد عقبال السنين كلها ان شاء الله باذن الله وان شاء الله انتظروا حفله جامده جدا عاملين حفله جباره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا ما يحرمنا من بعض باذن الله تعالى دايما متجمعين في كل خير وكل محبه باذن الله وماسة عايزه تقول لك كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيبه يا ماسة انا مخبيه فلوس مخبيه فلوس يا بنتي ليه يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم كده ان شاء الله يكون خفاف على قلبكم وكل عام وانتم طيبين وكل يقول لمحمد كل سنه وانت طيب وعقبال السنه الجايه باذن الله تعالى انت طيب يا ابو زياد مع السلامه واللي كمل معانا الفيديو نقول له ايه صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام